هنتعرف مع بعض على حكاية الخديوي إسماعيل مع الديون والاقتراض، وإزاي غرق مصر في كم الديون الهائل ده، وعمل إيه بالقروض اللي كان بياخدها ولصالح مين. الخديوي إسماعيل وهو عنده 14 سنة سافر فيينا عاصمة النمسا علشان يتعالج من رمض صديدي. المهم إن انتقل بعد فترة العلاج من النمسا لباريس، راح مدينة باريس حيث الجامعات والمصانع، فما اهتمش ولا دخل دماغه، حتى ما فكرش إنه يكمل تعليمه هناك، حيث أنه تلقى تعليم بسيط جدا وعقليته العلمية غير ناضجة. ولكن بقى اللي انبهر بيه كانت حاجة تانية خالص، وهي جمال الشوارع والمباني. لما شافها اتفتن بيها جدا، قال لنفسه ليه القاهرة ما تبقاش زي باريس كده، طب والله بس أرجع وأنا هخليها قطعة من أوروبا. المهم ان الخديوي اسماعيل خلال فترة حكمه اللي كانت 12 سنة فضل يستخدم الفلاح المصري بالصخرة ويخليه يحفر ترعة طولها حوالي 8400 ميل، ده غير الخطوط السكك الحديدية واسلاك التلغراف والجسور والكباري ومصانع السكر والفنارات واصلاح مينا اسكندرية، وبنى كمان ارصفة مينا السويس وتضم شوارع القاهرة وغيرها من المدن المصرية. كل ده حلو وجميل. نيجي بقى للذنب اللي ارتكبه اسماعيل في حق مصر والمصريين. عرفنا انه كان عايز يخلي مصر قطعة من اوروبا، فعلشان يحقق الحلم ده فهو محتاج لرأس مال كبير، فقال يستلف، فقام بالاقتراض. فاسماعيل لما تولى حكم مصر كانت ديونها حوالي 11 مليون جنيه، سابها بعد خلعه من الحكم ونفيه، وديونها كانت تقترب من 100 مليون جنيه وفوائد الديون 6 مليون جنيه. الديون والفوائد حوالي 106 مليون جنيه، يعني سابها غرقانة في الديون. وعلى فكرة ميزانية مصر لا تتعدى 10.5 مليون جنيه، وده في عز سنوات الرواج الاقتصادي. المهم ان الخديوي اسماعيل كان بيقترض قروض باهظة جدا وبربا فاحش وفوائد وسمسرة باهظة جدا جدا، فكان بيصرفها على ايه بقى؟ يا اما يشتري الاراضي والاطيان او يبني قصور فارهة، او شراء لقب الخديوي من اسطنبول وشراء تغيير نظام الوراثة ورث العرش، يعني علشان ابنائه بس اللي يورثوه، يعني يكون ولي العهد اكبر ابناء اسماعيل مش اكبر رجال عيلة محمد علي. ده غير بقى الاحتفالات اللي كان بيعملها وبيتصرف عليها مبالغ ضخمة جدا علشان يراضي الذوق الاوروبي. فاسماعيل انفق حوالي 16 مليون جنيه في قناة السويس، ده غير الملايين اللي صرفت على الاعمال العامة، وغير كمان 22 مليون جنيه كانت خسارة في القروض، و20 مليون جنيه كمان مش معروف اتصرفت في ايه بالظبط، فكان الاجمالي قريب من 100 مليون جنيه. فالخديوي اسماعيل اقترض الفلوس دي علشان يصرفها على اعمال غير ضرورية، على حاجات مش هتعود بالنفع لا على الشعب ولا على البلد، ولا حتى مشروعات يقدر من خلالها يسدد الديون او حتى اقسطها. لكن مصر كمان ما استفادتش غير بحاجات بسيطة جدا ولا تذكر. فإسماعيل لولا انبهاره بأوروبا ورغبته في إن مصر تبقى شبهها بالظبط وتبقى كأنها قطعة من أوروبا، ما كانش استلف الفلوس دي كلها. ولو كان اعتمد على الموارد البلد واستثمرها صح واستغل ولاد البلد استغلال سليم، كان عمل نهضة بمصر وما كانش غرقها في الديون الكتيرة دي. والغريبة انه برغم كل الديون دي الا انه ما بطلش برضو يقترض، لا وكمان كان بيعمل حفلات وولائم وصرف عليها فلوس كتيرة جدا ومبالغ طائلة، وكمان صرف على حفلة قناة السويس بس 1,400,000 جنيه تقريبا، علشان بقى يعرف الاوروبيين ان خزاينه مليانة وما يبطلوش يدوله قروض. والغرب ما منعش عنه القروض، فضل يديله زي ما هو عايز، فضل متمادي اسماعيل في الاقتراض وهم مش بيقولوله لا ابدا. فاصبحت مصر اسيرة الاجانب ومحتلة قبل ما يدخلها جنود الاحتلال. فالخديوي اسماعيل يقترض ومصر تتداين والفلاحين تدفع يا عيني ضرائب باهظة، ويفضلوا كل شوية يغلوا عليهم الضرائب ويعانوا اكتر من الفقر والجوع. فالفلاحين عشان مش بيتعاملوا بالعدل وبيشتغلوا صخرة ومش بياخدوا الفلوس اللي المفروض ياخدوها، فاضطروا ان هم يسيبوا الزراعة، وفقدت مصر ثروتها الزراعية اللي هي من اهم مصادر الدخل القومي. نيجي بقى للديون والاقتراض. فالاوروبيون مش بيدولوا كل ده ببلاش ولا حبا فيه، لكن هو ما خدش باله الا متأخر جدا، فكانت غلطته انه اعتمد على الاجانب اللي وصفوا بانهم نصابين وكانوا بيضحكوا عليه، واي مشروع كان بيعتمد عليه فيهم كانوا بيزودوا على تكلفته الأصلية حوالي 80%، زي مشاريع السكة الحديد ومينا اسكندرية ومعامل السكر. وفجأة بعد 12 سنة اللي هي كانت فترة حكم الخديوي إسماعيل، أصبحت مصر مديونة بأكتر من 100 مليون جنيه. ما استفادتش مصر منه إلا بالقليل جدا في الأعمال العامة، فكان بيهتم إسماعيل بالقشرة الخارجية فقط من أجل تمدين مصر.
لكن ما كانش بيهتم بتمدين الشعب اللي هو أصلا أساس مصر، فكان بيمنح الأراضي للأغنياء بلا مقابل بس بشرط إنهم يبنوا عليها بيوت على الطراز الأوبرا. بنى إسماعيل دار الأوبرا على الطراز الفرنسي، ده غير محطة الرمل في اسكندرية اللي خلاها أوروبية، وطبعا كل المباني دي للأثرياء فقط، ده غير حمامات حلوان اللي كان بيستحمى فيها الأغنياء. فاهتم إسماعيل بأثرياء فقط ومفكرش في الشعب الغلبان المطحون ده، وما عمل لهمش أي حاجة، بالعكس ده كان بيشغلهم بالسخرة في الأراضي من غير أجر مناسب، وكمان كان بيرفع عليهم الضرائب، يعني ما كانش فيه إحساس بالعدل خالص من الفلاحين. فلما اندلعت الحرب الأهلية فأمريكا الشمالية بين ولايات الجنوب الزراعية والشمال الصناعية، فده كله أثر على زراعة القطن، فتقريبا أصبحوا مش بيزرعوا قطن إلا قليل جدا، وأصبحوا في الغرب بيعتمدوا على القطن المصري اللي أصبح بعد كده اسمه الذهب الأبيض اللي ارتفع سعره بعد كده لخمس أضعاف. ولكن المكاسب دي ما كانتش بتعود بالنفع على العامة، لأ ده كانت لمصلحة أوروبا، وكان كل حاجة بيصدرها، والعائد اللي بيكسبه إسماعيل كان بيبني بيه منشآت للأغنياء فقط، فاعتمد إسماعيل على كل ما هو أوروبي مهد للاحتلال الإنجليزي، وساب إسماعيل مصر وهي غرقانة في الديون.